رجل راح يطلب العلم واخذ اولاد واهله ومكث في مدينه ما يدري كم ياخذ سنه سنتين ثلاث، هذا حاله هو يقصر واهله. لكنه هل هو عازم على الرجوع؟ اي نعم. ولا الاصل الاقامه؟ لا عازم على الرجوع، لكن ما يدري بعد سنتين عشر سنوات واهله وجميع الرحل. هو حكم المسافر على ما نراه نحن انه ما دام عازم على الرجوع لكن ما قيد بوقت، فحكم المسافر الأهل يجمعون ولا يصرف. إذا كان حكم المسافر فالرجل يلزمه أن يصلي مع جماعة، لكن إذا فاتته الصلاة فله أن يقصر، والنساء لهن أن يقصر. أما الجمع فالأفضل أن لا تجمع النساء، لأن الجمع لا ليس بسنة إلا عند الحاجة إليه، عند رجوع للزيارة. نعم، عند رجوع للزيارة أبرعهم. عند إيش؟ عند رجوعهم لما قد حدث مثال. نعم نعم. الزيارة. عند رجوع. لا لا. عند رجوعهم إلى وطنهم. لا لا يقصرون. الزيارة يرجعوا. ولو كان، لأنهم لا زالوا مستوطنين هناك. إذا راح هناك يكون يجي يصلوا صلاة كاملة. نعم نعم. صلاة كاملة.